ضحكتني قوي التركيه اللي حصلت قبل افتتاح القناه دي بتاع التويتر بتاع استاذ اسامه السويسي اللي هو بالصدفه كاتب في مجله الاهلي اللي هي للاسف يا جماعه الترابط هيكون اتش دي فقط. فلما الناس طلعت قالت لا ما لازم الترابط يكون سي دي، طب بالعقل طيب يعني القناه راح اشتري صفر جديد لو انا ما عنديش صفر اتش دي؟ بمناسبه ايه القناه بتذيع ماتشات ولا بتعمل اي حاجه ولا حتى واخده بطولات يد ولا طايره ولا سله ولا اي حاجه؟ يبقى غر صفر ليه؟ والناس اشتكت. بعد شكوه الناس دي الاستاذ محمد كامل قال لك انا لا 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 يا جماعه احنا لازم طلبات جماهير الاهلي اوامر، احنا الصفه البحته اللي احنا ماشيين بيها كالعاده يعني اللي هو الطرد القديم لسه محجوز باسمنا. سبحان الله يا جدع كلها محض صدف. يجوا قال ايه بس هنا على نفس التردد القديم بتاعهم ويقول لك عادي يا جماعه مش مهم نتكلف المهم الجمهور يتكيف اللي هو بس على النبي. طب بالنسبه لقناه الزمالك اللي هي بتبص على عرب سات وبتبص على يوتيلسات 7 دي انت برضو لسه بتبص في النايل سات بس ومع ذلك بتتكرم علينا وبتبص ترددين؟ ايه يابا الابداع والجمال اللي انت بتعمله ده يا جماعه؟ لسه الحاجات دي بتاكل مع الناس بجد والله، لسه الحاجات دي بتاكل مع الناس. يعني الناس اشتروا فكره ان الاداره هتطور القناه، مش عارف هتطورها ازاي من غير ما يشتروا بطولات او يعملوا اي حاجه ولا كان طور القناه. يعني انا كنت منتقد برنامج الاستاذ سامر امين لو حصل، كنت بقول له ازاي توك شوز في قناه رياضيه؟ الحمد لله جابوا لي اكتر اعلامي في الكوكب كله، الناس ما كانوش بيستحملوا وجوده على الشاشه قضيه بما انه كان مدرب مساعد للجهاز الفني بتاع منتخب مصر اللي هو الكابتن هاني رمزي اللي احنا كنا طايقينه اساسا 5 دقايق بيطلع يتكلم فيهم كضيف. ما بالك بقى جايبينه دلوقتي وهو كمقدم برنامج اليوم اللي هو مفترض يعني ان البرنامج ده هو البرنامج الرئيسي في القناه، هيقدمه هاني رمزي ومعاه مذيعه ثانيه اسمها سهام صالح، اشتهرت امبارح بالنظره بتاعتها للكابتن عمرو السوليه والكلام ده، والناس اللي بيقول لك يا جماعه حد يروح لصالح جمعه والكلام الحلو اللي احنا بناكل منه ده. بس انا دلوقتي ما اشتريتش، انا ما اشتريتش الكلام ده من الاول من تطوير وقلت مش هيقدروا يعملوا حاجه، هيجيبوا تامر امين يطبلوا تطبيلتين يجيبوا شويه اعلانات، انما دلوقتي حتى تامر والتطبيله مش هتجيب اعلانات يا راجل. اكرم لك كنت رجعت محمد الليسي ارحم من هاني رمزي بكتير. خريطة البرامج زي ما قلت في البداية أقوى حاجة بيبيعها لك هي فكرة ملك وكتابة والبرنامج اللي بيقدمه كابتن عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي. أنا أهلاوي جدا وبحب النادي الأهلي جدا، بس أنا شايف اللي بيحصل دلوقتي هو حاجات مستهلكة وحاجات كتيرة قوي بيتم الضحك بيها على جمهور شباب فاهم إن أنت لازم تمشي ورا الكيان، فأي حاجة تحصل عملوا قناة، عملوا أي حاجة، خدوا قرار، عملوا أي حاجة، لازم أكون ماشي وراهم عمياني، إلا أكون واخد فلوس من نادي منافس، إلا أكون طالع استغفر الله العظيم يا رب في معارضة كده بالنسبة للمجلس، مع إن الكلام ده كان موجود يعني في عهد كابتن حسن حمدي، وكان في جابت معارضة قوية جدا موجودة الناحية التانية بقيادة كابتن طارق أبو زيد، بس لا دلوقتي إحنا عارفين أي حد بقى بيعارض في أي حاجة أنت واخد فلوس، انت كاره شخصيا، انت حاقد يلا. ففكره ان في حد يبقى عنده فكره المعارضه دي مرفوضه تماما، فاي حد بيعارض اي حاجه بتحصل يبقى لا 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 انت عايز تشتهر، انت عايز تقول كلام خلف خلاف اللي هو في حاجات غلط انا شايفها. يعني مثلا لما يكون الكيمه بتاعت القناه امبارح هي كابتن محمود الخطيبه بيتكلم على مبادئ الاهلي اللي هو اوريدي هرسها مع تركي الشيخ واوريدي باع كل حاجه لتركي الشيخ على المفتاح، ويطلع يتكلم نفس الكلام هو وهو بنفس الديناميكيه، ايه بقى ايه طيب ايه بجد والله يعني ايه طيب يعني انسى انا كل الكلام اللي حصل مع تركي الشيخ زي ما مرتضى منصور بيحاول الناس جمهور الزمالك فكره تصريح كابتن فاروق جعفر، يعني ايه بجد؟ طب امسحوا لنا ذاكرتنا بس باحترام شويه بشويه احتراف، انما اللي انتوا بتعملوه معانا ده يا جماعه شغل هواه، وشغل الهواه ده ما بقاش بياكل معانا يا جماعه. يا جماعه اوكي احنا اتفقنا ان احنا هنكون في مصر في مزبله رياضيه وموافقين ان احنا نكون عايشين جواها، بس مش موافقين كمان ان انت عايز تحسن المزبله الرياضيه اللي انا عايش فيها دي هي احسن حاجه في الكوكب. يعني مثلا قناه الزمالك ما بتقدمش محتوى، لا بتجيب برضه دوري كره سله ولا بتجيب طايره ولا بتجيب يد ولا حتى عندها حقوق ماتشات كره قدم، وكمان ما عندهاش حقوق ماتشات الفريق الوديه. فما بالك بقى وهم عايزين يقول لك ان دي قناه بتعبر على النادي، دي قناه مرتضى منصور، انت كمان عايز تعمل لي قناه مجابهه ليها تبقى قناه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره اللي هو يا جدع حرام عليك، هي مصر كلها متحمله قناه واحده علشان خاطر تتحمل قناتين؟ اوكي ما عنديش مانع بالخريطه بتاع البرامج اللي انت حاططها، بس برضه هل في الناس دي ممكن حد يجيب لك اعلانات؟ طب انت عملت الدور ده من الاول ليه؟ طب طالما معلش يعني لا كريم كوجاك ولا البرنامج اللي اتقدم صباح هيجيب اعلانات، وكمان برنامج 6 فاصل دقيقه اللي انت بتقول للناس ان هو 6-1 اللي هو مفترض ان ده برنامج السادسه مساء اللي كان بيقدمه محمد الليسي من 5-6 سنين، بس انت غيرته فيه حطيت بس 6-1 اللي هو ايه الابداع ده؟ يبقى الناس كده تفتكر ماتش الاهلي والزمالك بقى مش يقول ان انت ما عندكش افكار جديده ما عندكش اي حاجه، كل اللي انت بتحطه ان انت بتحط واحد بس وتقول الارباع من برنامج 6-1. انا بغزكم يا زملكاويه اهو بقى احنا رافضين ام المحتوى اللي بيحصل في قناه نادي الزمالك، تيجي انت تحاول تعمل لي كل ده عن طريق ايحاء ببرنامج؟ يخرب بيت الهيافه بجد يا جماعه. قدامكم مصر مش متحمله قناه الزمالك، هتحاولوا انتوا كمان تاخدوا الحاجات دي وتحطوها في القناه عندنا؟ بس هرجع تاني واقول لك
انا كيفت من الوهم اللي اتباع بتاع القناه تبقى اتش دي بس. وبالنسبه للشخص صديقي العزيز اللي عايز يغير يقول لك انا هروح اجيب صفر جديد علشان خاطر اتفرج على قناه الاهلي وما ينفعش يفوتني كابتن علي كي او كابتن ابراهيم منيسي، بص يا صديقي انت ممكن تروح تجيب صفر عامل 250 جنيه وتجيب معاه انتلا عامله 45 جنيه وتروح تشتري لك سيرفر ممتاز وتجيب لك قطعه كده 25 جنيه بجمله يعني انك نازل السوق وهتصرف بقى، فحط القطعه كده تستقبل الاموس اللي هو الاسرائيلي لا مؤاخذه، هتجيب سيرفر شيرنج محترم كده ب 75 جنيه وهتتفرج بقى على دوري ابطال اوروبا ودوري انجليزي ودوري اسباني ودوري فرنسي ودوري ايطالي واحتمال كمان تتفرج على الام بي اي يا معلم لو عايز. يعني ال 300 جنيه اللي انت ناوي تصرفهم علشان تجيب سيرفر اتش دي لو القناه كانت سي دي بس ممكن تصرفه وتتفرج على كل البطولات وهتريح دماغك من الهبل اللي انت عمال تشوفه بقالك فتره طويله ده. وبالمناسبه بالنسبه لتريح الدماغ مش هتخسر حاجه لو عملت لايك، انا للاسف نظرتي في القناه طلعت صح، هي نفس القناه ونفس الفشل ونفس التخبط هو بس بوشوش جديده.